أشاد رئيس البرلمان العربي بجهود مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المفدى في مجال دعم وتعزيز حقوق الإنسان على كافة المستويات محليا وعربيا. وقال الدكتور مشعل بن فهم السلمي خلال الكلمة التي وجهها للجنة حقوق الإنسان العربية خلال مناقشتها لتقرير البحرين بشأن حقوق الإنسان إن حجم التصويت الكبير الذي حصلت عليه مملكة البحرين 165 صوتا لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عكس التقدير العالي لجهودها في مجال ترسيخ حقوق الإنسان وتطبيق مواثيق حقوق الإنسان الدولية. وأعرب السلمي عن تثمين البرلمان العربي عاليا انتخاب أول امرأة رئيسا لمجلس النواب البحريني، وهو ما يدل على ثقة نواب المجتمع البحريني بالمرأة. وأكد السلمي أن التقارير المسيسة التي تصدرها بعض المنظمات الدولية والإقليمية حول حقوق الإنسان في البحرين تهدف للنيل من سيادتها، معتبرا ذلك تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للمملكة. ونبه إلى أن النظام الأساسي للبرلمان نص على اطلاع البرلمان العربي بدور كبير في تعزيز العمل العربي المشترك وتفعيل سبل التعاون في مجال تعزيز قضايا حقوق الإنسان، مع الحرص على تأكيد ذلك على أرض الواقع، وإيمانا بضرورة تضافر كافة آليات العمل العربي المشترك.